عطر الأرض أو البتريكور بفصل الشتاء وبعد هطول الأمطار ناخد نفس عميق وبتغمرنا الرائحة اللطيفة والمثيرة للشعور المنعش. بس من المعروف أنه لا رائحة للماء، لكن منتساءل دائماً منين عم تنبعث هالرائحة الجميلة؟ ممكن يبين السؤال بسيط، ولكن حسب دراسات علمية أنه هطول الأمطار بعد جفاف طويل تطرح الأحياء الطبيعية زيوت أو مواد كيماوية، مثل المواد يلي بتطرحها البكتيريا المتسلسلة المعروفة باسم جيوسمين، وبالتالي الرائحة يلي عم نشمها هي من هذا المركب العضوي. أكيد مو بس هيك، وإنما للمطر عدة روائح تتشكل حسب أنواع المناطق، سواء صناعية أو استوائية أو إقليمية. فمثلاً هطول المطر على النباتات العطرية بيضيف رائحة جميلة للهواء المحيط بالإنسان، بالإضافة لملامسة المطر للتربة الجافة فبيتفاعل معها ومع الأحياء الموجودة فيها وبتبدأ الرائحة تنتشر بالجو. وما فينا ننسى المركبات الكيميائية والغازات المنتشرة بالهواء يلي بتتفاعل كمان مع حمضية المطر وبتأدي لرائحة زكية وحلوة. وعلاقة الانجذاب لهالرائحة هي علاقة دالة ارتباطيا بينها وبين حب النفس البشرية لها. بشكل عام هاي العوامل الأساسية المتفاعلة يلي بتخلينا نحب رائحة المطر، وأحيانا بتنضاف عوامل تانية مثل رائحة المعادن والأحجار الطبيعية يلي بتعطي طابع مميز أو بصمة خاصة لرائحة المنطقة. وبالأخير عم يحاولوا صانعي العطور إضافة هالمواد للعطور لأنه الناس بتحب هالرائحة. استمتعوا بهالرائحة المنعشة وتبقوا بألف خير.